منافقين نصابين يوارين كذبة بيضة في البداية حطمتنا في النهاية كذبة بيضة في البداية حطمتنا في النهاية الجذب أساس الخداع وهذا هو أصل الحكاية الجذب أساس الخداع وهذا هو أصل الحكاية صواريخ موجهة للمريخ من كل جهة صواريخ موجهة للمريخ من كل جهة كل السنة يلا يا المنافقين نفابين يوارين كذبة بيضة في البداية وانكشفنا في النهاية كذبة بيضة في البداية وانكشفنا في النهاية واللي شرار الدفاع وهذا هو اللي شرار الدفاع وهذا هو أصل الحكاية صواريخ موجهة للمريخ من كل جهة صواريخ موجهة للمريخ من كل جهة كل السنة بريد جذبة ورا جذبة دموعنا تمثيل والجذب ترى نحبه نقط رقم ناخذ رقم والسكبة تشبتيش والمشكلة نفتع بعض بالحيلة حنا نعيش نقط الله 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 أكبر يا زينة من خبر إيه هذا الخبر اللي برر القلب يلا يا بوبوب اللي تعرفونه ووش واللي ما يعرف يشق ثيابه إليكم هذا الخبر الهام نوف وولدها خفيف الطينة قصدي ثقيل الطينة بيقعدون عندنا هني ها حجية فوزية شفيك نهديتي علينا أشوف كنك نسيتي أنت مع بنتك مع احتراماتي قعدتوا ببيت خالي سنين لا يا جليل الحياة إيه اللي ما تستح على وجهك شنو أنت يا بنتك هذا بحسبة أمك كبر أمك استح على وجهك شو هالحكي اللي قاعد تقوله عيب عليك شنو اشتبي نادية 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 امشي ولي رحم والديك خلنا نحط راسنا وننام الساعة واحدة الحين ورانا دوام باكر الصبح امشي بس قبل الحين أزنطه هو يا أمه امشي زين امشي أنا قبل لا أروح ما أقول لك كلمتين الله يعينكم يا سميحة ويا هلال على ما بلاكم تصبحون على خير امشي امشي ما امشي امشي سلم عمرك امشي امشي بالنا قاعد احنا هني امشي قبل لا يذبحونا لا يخنقونا قوم انا قلطان اني انا جيت هني ظنيت ان انا عندي اهل قوم انا ادري ان اهلك يفشلون بهالطريقه يا يمه ولا يهمك لا يضيق خلقك لا يضيق خلقك ايش فيك انت انا ما يخالف مع احتراماتي انا هايت اقدر ادبر نفسي اقدر اطلع اقدر اروح اقدر انام على الرصيف بعد لكن انت مره وين تبتروحين بهالليل الله كريم ارض الله واسعه يمه انا عندي فكره اوديك المستشفى ونقول انك مريضه وانت ماكله وشاربه ومستانسه وكله ببلاش يا حلوك يا حلوك ويا زينك تصدق توني عارفه انك تفكر عدل ايه هذا الحكي العادل السنع اللي ما عنده أهل الحكومة هلا ضاحي ضاحي تعال تعال شوف البلوة اللي احنا فيها تعال ايش فيك ايش عندك صار خير انتي شنو هذا طالعي نادي الفريج بعد كله انتو تبي تطقونا بعد باكر شوفوا الفضايح عدل ان ما علمت الفريج والجيران واهل الديرة كلهم انكم طردتونا بانصاف الليالي انطب منك ولا كلمة شوف نوف ثبر استريح اشوف وانت عطى مقفك اشوف عطى ظهرك يلا ذلف اذلف شنطر شنطر شبي
شك تخسري كذي؟ الحين امي تقول لها قعدي وانا ولدها تقول لي اطلع برا انا ترى وايد مهزلت تبي تطردني من بيتك يا حجي ضاحي؟ اطردك واطرد اللي اكبر منك. اخ بس لو انك انت ولدي كان حطك على ركب عكس ظهرك. يلا شوف اطلع برا شوف وعطني قبل تمشي عطني شو عنوان عمك وتليفوناته اخلص. ماكو فايده يا حجي ضاحي ماكو فايده. حتى لو تبي تاخذ رقم عمه ولا رقم تليفون ايش تبي تسوي يعني؟ ماكو فايده. سوالف ولدي كرهت الناس فينا. تو نحن جايين من بيت عم نطق الباب نطق الباب ليه؟ من خاب ثنانه ما حد راضي يبطل الباب. مو راضين خايفين ان عادل خرب عيالهم. زين سوى؟ زين هو اللي تحملها السنين اللي طافت ولدك صاير كنا مرض الطاعون مو عدي. اللهم يا كافي. الله اكبر. الحين انا ساكن مع فيران عزوبيه طاعون ما طاعون. ريمبر تذكري مع احتراماتي هذه بالانجليزي اعطيك اياها وبالعربي انت اللي بديتي والبادي اظلم. شنو شنو هاي الهيس لربد يا جليل الحياه تهددني وبيتي بعد. يلا تعال تعال روني مرايلك تعال. فوز هديني عليه شوف اعطيني طريق اشوف. تعال شوف لحظه انا شغل المباحث هذا شوف يا عويد شوف يا عويد طالعني عدل يما ان شفت رجعت وجهك مره ثانيه لامسح فيك الكاشي. امي امي بكلمك. عطنا مكفى ظهرك امك. لا من برا ري الامي اكملت. هذا انت ايش اللي جايبك هني؟ ارجوك يا نبيل ارجوك انا عايزك تساعدني. ربنا عالم انا تعبانه وبتالم قد ايه بس انا ام وده قدري قدري ان انا اضحي. لو احنا اتطلقنا هلال هيطلق نوف وساعتها يقدر يتجوز واحده تانية ويبتدي حياته من جديد من غير كذب ولا غدر. طب وانا هبتدي حياتي ازاي؟ مين اللي هيعوضني؟ ما تقلقش ما تقلقش يا نبيل انا هعوضك. تعوضين عن ايه؟ عن الجوازه دي ولا اللي عم مشاعري وأحاسيسي؟ مين يعوضني عنك أنت يا سميحة؟ أرجوك يا نبيل أرجوك ملوش لازمة الكلام ده دلوقتي. صعب 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 سميحة اللي بتقولي ده صعب جدا بس أنا أقدر أستحمل إن أنا أشوفك هنا وفي المحل وفي المشغل. أشوفك إزاي وإحنا مطلقين؟ انت هسيب الشغل يا نبيل كمان؟ ده ايه الهلل اللي انا فيه ده؟ احسن ان احنا نبعد عن بعض. أرجوك يا نبيل ما تعملش كده حرام عليك ما تعملش كده أرجوك. حاضر حاضر يا سميحة وأنا تحت أمرك بس ليا طلب صغير. أرجوك أرجوك ما تكسفينيش. أطلب اطلب اللي انت عايزه. انا مش هقول لك لا على اي حاجه. انا عاوز مهله كام يوم اقدر اتلم فيها على نفسي وبالمره نشوف لينا ايه وعلينا ايه للناس. مش عاوز اسيبك تغرقي. اوعدك يا سميحه انه بعد الطلاق بنص ساعه مش هتشوفي وشي تاني. هاخد طياره اسافر بيها لابعد حته في العالم
تسبنيش سميعة، ما تسبنيش سميعة. ده اليوم اللي كنت عامل له ألف حساب، بس عيبه إنه جه بدري شوية. امشي تعالي تعالي، يلا دشي 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 دم، يلا يلا يلا. شوفي نوف، اي انا وياش تعيدينها مرة ثانية وتطلع من البيت من غير ما ادري انا. حاضر. يلا هات هات جنطتك، يلا ذلفي فوق طلعي. ان شاء الله تامر على شيء ثاني؟ لا ما بشي، يلا تكسري لي، صعدي فوق. فوزية أكيد قاعدة بروحها فوق، نقدر ننزل الصندوق. يلا ننزل يعني؟ يلا يلا يلا. إي والله يا بنيتي، سالفتهم يا يما صايرة مثل الشرباكة. أوه، عاد هلال هذا اللي أنا ماني قادرة أفهم شنو اللي يدور براسه. إي والله لو واحد غيره كان من زمان طلق نوف. واللي يرحم والديك عاد هذا ولدها عدول العن بلاويها ثقيل الطينه. إيه الا تبي اللي طاري ما اشتهي بعيشة الله. يا إيه عمك ضاحي الحنان كله يقرق وبس، بدل ثيابه وطلع. اي ما بدر نادي بالشغل. اي والله وانت الصاجه، اني تراوالي يا يما سالفه رئاسه القسم هذا غشمره وعلي خنت حيلي. اختي نادي قاعده تنطر لكن ماكو خبر عن هالموضوع. ايه بدر يما راح بيتكم ويا بذهبك. يصدقيني ذهبك عندنا بالبيت لا تحاتين. إيه ان شاء الله. ايه ما عندي، ان شاء الله ان شاء الله بحفظ الله يما. اقول خلود يما ما ادري منو بالباب. ايه ان شاء الله بروح ابطل الباب وبتصلت بعد شوي ان شاء الله. الله يحفظك يما، مع السلامه. الله يسلمك. خير ان شاء الله. منو بالباب؟ السلام عليكم. عليكم السلام. منو انت وشنو هذا؟ مو بيت الحجي ضاحي هذا؟ هنا عم بيت الحجي ضاحي، خير ان شاء الله. حجي ضاحي اشترى الصندوق واعطانا العنوان وقال ودوه البيت وحطوه عندي بالدار. بس الحجي ضاحي ما قالنا بيشتري صندوق. يعني نوديه ما تبونه؟ شلون؟ تجيبونه وتودونه ايش حقه؟ صعدوا صعدوا بالغرفه فوق. يلا صعد الغرفه فوق. صعدوا فوق 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 بالعدل بالعدل. هذيك يا حجي ضاحي صندوق صخر. وليه؟ والقفل؟ أول مرة أشوف صندوق مقفول من داخل. ضاحي وأنا عارفة زين، أكيد حاط له قفل سري. لا. طبخ احترق. سيفر يبي له دشات فوق وعفسه عباله. خذ انكشف. عباله
ما أعطي لك. بس كذي عوار قلب. ويا يمه الله يهداك. انت الحين داق علي؟ اخ لو ماكو حديد على الدريشه وشبك كان طمرت. اسمع علي ما علي هين. كل شيء يهون عشان يعرف ثاني مرة ضاحي مع مرته يعرفون شلون يتطنزون علي. مع احتراماتي معلش. هلا ايمان بغيتي نادية؟ ايه لحظة شوي. الو هلا ايمان. ها بشري. مبروك درينا اخو درينا من هالصراخ عرفنا مبروك بالعداله بلا يصير فيك شيء لا يحوش سكته قلبيه ولا شيء تموتين يقولون انا اللي زنطت هني بالمكتب يقولون وراء كل رجل عظيم امراه بس انا بالعكس وراء كل امراه عظيمه رجل اعظم منها حلو هذا اولها بتمشيني وراك بعد من الحين حلو كملت هذا اللي قاصرني انا بعد سمعي عاد ناديه شوفي عاد احترمي نفسك ويوزي عني ترى احنا بالشغل يوزي عني لا اثور فيك يا رئيسه القسم هلال وينك القرار وصل ادري عندي علم انت مبارك لي ايش حلا صرت رئيسه القسم والله بعدين اقول لك مو الحين هاك يا ولد عمي هذه صوره من القرار توها واصله من الوزاره صورتها وجبت لك هذه الصوره تينن حار شوفها تمقل فيها زين طالعها لا 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 ما هي معقوله لا اكيد هالورقه هذه مزوره ما هي صحيحه عف عليك اذا انت متاكد روح للمدير وساله لا انا ممكن اصدق اي شيء الا الورقه هذه انت يا هلال انت تصير رئيس قسم لا مستحيل أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد لكن نادية تصير رئيسة القسم باطل أنت تصير رئيس قسم باطل لكن هلال يصير رئيس قسم مو باطل Yeah.
تبون؟ احنا اسفين يا حجيه، طلع الصندوق مو لنا. مو لنا؟ شلون يعني مو لنا؟ مو قلتوا الحجي ضاحي ترى شو وياكم؟ مو طلع ضاحي ثاني غير ضاحيكم وغلطنا بالعنوان. لا هم انا قلت كذي. انا قلت يعني حجي ضاحي ايش حقه يشتري صندوق؟ روحوا 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 خذوه بالغرفه. نفس المكان. اي داخلي. بالغرفه فوق. تعال شوفها هذول شو يسوون هني؟ انا ايش دراني؟ يقولون جايبين صندوق بالغلط وجايين ياخذونه بالغلط. يعني شلون؟ يا ضحي علمي علمك. يقولون حق واحد بالفريج اسم الحجي ضاحي، يعني اسمه على اسمك. ما حد بالفريج اسمه ضاحي الا انا والجيراننا. ايه وجيرانك وجيرانك. عيار بدل كذب. والجيراننا بزر عمره 5 سنين، معقوله بيطرش معاكم صندوق؟ هو بس شو اسمه؟ شو صار الاسم؟ شو اسمه؟ تعال 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 انت وياه، علمني انت وياه ويا هالكديش هذا، ايش جايبكم هني؟ ايش تبون؟ طوط 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 حسبي الله عليكم. انا دير بيتكم عارفك عدل. انا هين هين وراكم. انا وراكم. ضاحي اعصابك ايش فيك انت؟ بحكم يا ريض عندك القلب. لا 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 بس هذا ما خليهم اردر، ما خليهم ما خليهم. حسبي الله عليكم، احنا ما خسرنا شيء. الصندوق عندنا. خلاص خش صندوق. خش صندوق. لا بالله خش صندوق. خش صندوق. لا بالله تكفين يا بنت الحلال، انا تعبان اليوم، وديني داري. تكفين وديني داري. عليك يا ضاحي امشي مش وديك دارك. جزاك الله خير. شوي 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 لا تمصعيني. بس شوي 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 لا تمصعيني. شوي 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 سنديني سنديني سنديني. شوي 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 شوي. وش كثر ياكركم؟ لا 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 وانا من قوم الداخل. أدول؟ عويدل؟ لا يا رجال. شنو هذا؟ حرامل؟ تبي تبوك ذهب بنتي؟ مو باقي بخشها بالأمانات. أمانات؟ داش بيض ضاحي تبوكه؟ نطقني بيض ضاحي ينباك؟ أنا طقيت وايد. طقيت وايد؟ بعدك ما شفت شيء. أمي ضاحي خليني أحبك. أنا اللي أغسل شراع. خلي كل واحد ما ينطقني. قلبي الو ايوه وحيد اي عملت ايه في موضوع التذكره؟ لا مصر ايه يا راجل؟ لا 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 انا ايه اللي خليني انزل مصر؟ ما اقدرش انزل مصر. انا طالع على لندن. اوكي الخميس او جمعه بالكتير. ماشي طبعا نسيت موضوع السياره. والله لقيت لها مشتري حلو. بقول لك ايه لازم تتباع غاليه. ما تفطسهاش يعني. لا ده انا دافع فيها دم قلبي. ماشي ماشي اوكي هشوفك بعد ما اخلص. معلش عشان دلوقتي لازم الحق البنك قبل ما يقفل. سلام يا وحيد. ايه كمال فيه؟ اتفضلي حضرتك. ايه ده؟ معقولة؟ لقيتها فين؟
واقع جنب السيارة. ياه أنا خلاص عقلي ما بقاش فيا. معقول تقع جنب العربية؟ تصور ده أنا كاتبة فيها شيك لحامله ب25,000 دينار. الشيك والفلوس وكل حاجة زي ما هي. ويا ريت حضرتك تتأكدي برضه. خلاص أنت مش اتأكدت. بقولك إيه كمال، رحت السفارة قالوا لك إيه على الباسبور؟ الحقيقة أنا كنت خايف جدا قبل ما أروح لهم، لكن عاملوني معاملة كويسة جدا وطمنوني وقالوا لي لو الباسبور بتاعك ما ظهرش في الكام يوم دول هنطلع لك واحد جديد. الحمد لله يا سيدي عشان تبطل قلق. تزعلي لو قلت لك إن أنا لسه قلقان؟ قلقان؟ قلقان عليكي أكتر من قلقي على الباسبور. مش فاهمة قصدك إيه؟ لحظة. ألو؟ آه يا نوف. إيه؟ يا نوف أنا مش فاهمة أنتِ بتقولي إيه؟ بطلي عياط عشان أفهمك. نعم؟ ماله عادل ابنك؟ إيه؟ فين؟ قولي ثابتك عادل. أنا مظلوم يا حضرة الضابط، أنا بريء. ما سويت شيء، أنا ضحية. نعم ضحية، ظروفي صعبة وايد. عمي مات، خالي مات، أبوي مات، أمي ماتت، ما عندي أحد ينصحني ولا يربيني ولا يعلمني. كلهم صايرين ضدي، كل الناس صايرة ضدي. ليش أنا يتيم ومسكين؟ الله يرحمك يا يبا، الله يرحمك يا يمه. شرطي قطب النظارة. عادل بعد عمري. عادل يمه ايش فيك حبيبي؟ سووا فيك يا يمه، لا ترجي ابعد روحي. انا امك يمك يا حياتي، تكلم ايش فيك؟ سووا فيك قولي. متوك تقول ان امك ماتت؟ اي نعم ماتت. الأم الصجية ماتت، الأم اللي تعني الحنان والعطف والرعاية والخوف والحب والقدوة ماتت من زمان. إذا واحد ما عنده قدوة، أنا عايش من غير قدوة، إيش تبوني أطلع؟ مهندس؟ طبيب ولا ضابط؟ أكيد بطلع عايد. واللي يرحم والديك، واللي يرحم والديك أعطوه الضابط. ودني الأحداث، يمكن أحصل لي هناك خدوة. صحيح يا حضرة الضابط، صحيح الكلام اللي قاله كله صحيح. عنده أهل ولا عنده أم ولا عنده أبو؟ أنا مو أمه، أنا مو أمه، أنا يارتهم، صح أنا يارتهم. أمه مريضة تعبانة، ما تقدر تشوف ولدها. ولدها ظناها حبيبها، ما تقدر تشوفها. أنا قلت لازم أقوم بالواجب، ومثل ما قال عادل ودوا الأحداث، يمكن يحصل لحد هناك ربي أحسن من أمه. ودى النظارة. هاشا ماكو شيء نخشب هالديرة، بل القرار توه، ما صار له ساعتين من طلع. انت من اللي قال ليك؟ اتصلت بيك في المكتب عشان اقول لك حكاية عادل ولد نوف، رد علي بدر ابن عمك وقال لي الحكاية. عيل انا رحت للمدير واعتذرت ليمه. اعتذرت له؟ ليه؟ اعتذرت من رئاسة القسم، ما فيها شيء. ليه؟ حد يعتذر من رئاسة القسم؟ ده في ناس بيدوروا عليها بواسطة. شو اسوي يما؟ هذا حظك بالدنيا، ولدك غير الناس.
إذا أنا ماني قادر أرأس في هالبيت حرمتين، تبيني أرأس قسم كامل بموظفينه؟ خلنا أرأس نفسي أول. يا هلال ما فيش داعي للكلام. ألو؟ أيوة فندم النمرة مظبوطة. الشرطة؟ لحظة. هلال؟ الشرطة عايزاك. شرطة؟ ألو؟ هلا أبو ناصر. لا 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 عادي. لا بس هذه أمي خافت عبالها في شيء. صحيح؟ من صدقك؟ بارك الله فيك. أنا كنت متأكد من الأول. لا أعفى عليك. لا لا أجيلك شو ما أجيلك. أجيلك وأعطيك كل البيانات اللي تامر فيها. مشكور. لا 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 حين إن شاء الله بس شوية ها. لا لا ما طول كلها 10 دقائق. صار. فهم الله. الحمد لله. هلال الشرطة عايزة منك إيه؟ لا سلامتك ماكو شيء بس هذا واحد من ربعي يشتغل بالشرطة. وفي موضوع بيني وبينه وخلاص. آه طيب انت حر، من حقك طبعا تكون لك أسرار وحياة خاصة، انت حر فيها. اللي ما قلتي لي الغالية، ايه حكاية الغالية دي؟ انت مش ملاحظ انك بطلت تقول لي يا ماما خالص؟ ايه الحكاية؟ بقيت تقيل على لسانك ولا انا خلاص ما اصلحش ام؟ لا بالعكس، انت تصلحين ام ونص، لكن انا اللي ما اصلح، انا الاسول، انا اللي ما افهم. المهم مو هذا موضوعنا. يما انتوا لما الحين قاعدين في البيت اللي كانت ساكنه في فوزيه قبل تاخذ عمي ضاحي؟ قاعدين في بيت، بيت ايه وفوزيه ايه وضاحي ايه؟ انا مش فاهمه حاجه خالص. يما الله يطول لي عمرك، انا سالت سؤال عادي واحد، انت جاوبتيني على 20 سؤال. تبي تجاوبيني على البيت اللي مسكنه فيه نبيل ولا لا؟ كيفك؟ انت ليش اسرتش الخاصه؟ ما شغل نبيل فوزيه. الو هلا، انت وينك فيه؟ ها زين 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 الحين لك. يلا 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 في مالا الحين لك ان شاء الله. كمان انت قاعد ليه الحين؟ ما رحت تغديت؟ اتغدى ايه بقى؟ أنا بتغدى هنا وبروح بالليل لغاية ما ربنا يفرجها. ربك إن شاء الله بيفرجها، قول أمين. بس المهم إيش سويت؟ نبيل بيتردد على بيتين وآدي العنوان. حلو حلو. تمام. العنوان الأول والبيت الأول عارف عدل. خوش. اللي ما قلت لي إيش سويت على الموضوع الثاني؟ ما قدرتش أعمل أي حاجة. نبيل مش بس المدير، ده المدير والمحاسب وكل حاجة، المستندات معاه والمفاتيح كلها معاه. لكن أنا عرفت إن هو بيعمل صفقات لحسابه الخاص والست والدتك ما تعرفش عنها أي حاجة. لا تخاف يا الغالي لا تخاف. الغنم إذا ما يكون معاها حارس تاكلها للذيابة. على كل حال أنا أحب أشكرك يا سيد كمال على هالمعلومات الحلوة اللي جبتيها من مصر. شفت لي أشياء كثيرة، لا وصلتني لغرضي. العفو يا أستاذ هلال العفو. أنت عارف أنا خايف من إيه؟ خايف إنك تكون فاكر إن أنا بعمل ده كله عشان أنتقم من نبيل وندلته معاه. أبداً. أنا عمري ما حبيت الانتقام ولا عرفت أكره حد. أنا بعمل ده كله عشان أرد الجميل للست والدتك. وبحق العيش والملح بحاول أحافظ على المكان اللي أنا بشتغل فيه. ثم برد لك جميلك ومعروفك. لا. انت ناسي انك انت الوحيد اللي وقفت معايا في ازمتي. لا يا استاذ كمال الله يطول عمرك، احنا اخوان. وبعدين انا اللي طرشت لك، هذا حقك واقل من حقك. بالمحل هذا انت اللي سويته، برك جبينك بامانتك ونشاطك.
واللي ينكر المعروف يكون رجل أصل. انت فين يا راجل؟ ايه معقوله هنا في المكتب؟ ايه المفاجاه دي؟ هلو نبيل بلبل بلابل بلبول بلني بله حبيبي. اهلا اهلا وحشتني. انت اكثر والله. اشوفك على خير ان شاء الله. ايه على فين؟ راح اشوفك، لازم اشوفك. يا راجل احنا ما عندناش مع بعض يا راجل، انت وحشتني من زمان. هقوله كان بيعمل ايه هنا ده؟ كان بيعمل ايه هنا؟ المحل محله والمال ماله. بجد؟ لا انا ما كنت عارف الحكايه دي، بس برافو عليك، فكرتني، رجعتلي الذاكره. الله العظيم، اتفضل هات فنجان قهوه سكر زياده. بقول ايه؟ ما نخليها سادة أحسن. السادة دي يا حبيبي هنشربها يوم خرجتك. اتفضل. يلا مستني ايه؟ حاضر. حاضر يا أستاذ نبيل. وعندك واحد قهوة سكر زيادة وصلاح. الو هاي وحيد، انا خلاص بعت السياره. الغي الميعاد مع الراجل اياه. يا سيدي ما تخافش، عمولتك محفوظه. قولي عملت ايه في التذكره والحجز؟ هايل، برافو، هايل. يا حبيبي لا اجيلك ازاي انا معيش سياره؟ انت اللي تفوت عليا، مستنيك. بعد عمري شرب العصير وبردي على قلبك. شرب. ما ابي اشرب السم الهاري. ايش عقبه؟ عقب ما سويتوا في ولدي اللي سويتوه بتقصون علي بقلاص عصير ولا قلاص شربت؟ مو حرام عليكم؟ مو حرام عليكم ضيعتوا مستقبل الولد؟ ارتحت الحين؟ ارتحت يا حج ضاحي؟ قلبك برد الحين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا بنت الحلال سمعين، خليني اقول لك المساله. ما حد ضيع ولدك غيرك يا نوف. حرام ببيتنا وبايق ذهبنا. ايش تبين نسوي له؟ ها؟ نيبب ونصفق ولا نذبح له ذبيحه؟ انت الحين حمدي ربك ضاحي ما ذبحه؟ سمعي يبا يا نوف. يبا انا ريال تنازلت عن حقي من محضر الشرطه. بقى مثل ما يقولون الحق العام، هذا عاد مو بيدي ولا اقدر اتنازل عنه. وصدقيني اذا ودوا ولدك الاصلاحيه بيلقى هناك من يربيه ومن يفهمه من يعلمه، ما دام مو لاقي احد يربيه. عاجبك المكان اللي هنا؟ يا يزلك ود ولدك بدر خلاه يقعد كم شهر. ايش حقه تودي ولدي انا؟ ايش حقه تخرب مستقبل ولدي؟ لكن ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل. الله ينتقم من اللي خرب مستقبل ولدي. الله ينتقم منكم ان شاء الله. الله ينتقم من اللي خرب مستقبل ولدي. ينتقم منكم ان شاء الله، ينتقم منكم. ولي ولي ولي، حسبي الله عليك، فضحتينا. وشر انتقام يا نوف؟ لا، ناسي ان الاعتراف بالحق فضيلة، ناسي ان هي السبب في ضياع ولدها عادل، مو احنا. راحت؟ نوف راحت؟ الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله اللي ما قعدت وياها، الحمد لله. بطة كبدي، بطة كبدي حرتني، حرتني هي ويا ولدها وزوجها بطين كبدي. انزين، الحين نوفيات ولا كملت السالفة؟ صجح اللي سمعته؟ اهلال اختاروا رئيس قسم؟ ايه أثاري أبو حمود قاعد يقص علينا كلنا. اي أثاري قاعد يتوسط حق رأي أخته، مو حق أخت مرته. هذا 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 اللي بفقع مرارتي، هذا اللي بفوتش بدي. ليش 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 كذي؟ زوجتك أنا، زوجتك مو عدوتك، ليش مستانس كذي؟ لا، اللي حرني أكثر وباط شبدي شنه بهلال زود عن بدر ونادية عشان يختاروني رئيس قسم. لا، والحلو أكثر بعد انه هو اللي ما يبي يصير رئيس قسم. لان الله سبحانه وتعالى حب انه يكافئ هلال على طيبه قلبه. تدرون ان هلال عمره ما كره احد
ولا أذى أحد. تعرفون وأنتم لاحظين هذا الشيء إن هلال الوحيد فيكم اللي ما كذب عليه. أنا أقر وأعترف إني كذبت. أحد منكم يقر ويعترف؟ أنا نادية أقر وأعترف إني كذبت. وأنا كذلك فوزية بنت أمي وأبوي، ها، أقر وأعترف إني كذبت. زين هذا الحين كان معترفه، شو استفدنا؟ ما من جديد؟ لا أكو شيء جديد، لأن هذه أول مرة يعترفون وبالإجماع. لا 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 يا حنان، ما ينفعش، ما أقدرش أخذك معايا لندن، لازم أروح الأول أستقر وأرسى على بر وبعد كده أبعتلك. إيه بس أنا مو مطمنة. مش مطمنة ليه يا حبيبتي؟ مش واثقة فيا ولا إيه؟ ما أنا لو عايز أسافر كنت سافرت من غير ما أقولك. بعدين ما تنسيش إن أنت أغلى حاجة عندي في الدنيا، حياتي وعمري. وبعدين أنا أقدر أستغنى لحظة واحدة عن الأمورة دي؟ يا حبيبي شكرتي بتاعتي دي أنا أعجب شكرتي. دي البنت اللي كنت عايز تشغلها عندي سكرتيرة. سميحة أنا حابة أفهمك على كل حاجة. تفهمني على إيه؟ أنا فهمت كل حاجة. مش دي اللي اتعزمت على جوازها ورفضت عشان تفضل قاعد معايا علشان بتحبني؟ مش هي دي اللي كانت تتجوز ابن عمها ولا ابن خالها؟ انتي بنتك يعني ايه؟ معنى كده ان انت متجوز من زمان متجوز؟ لا مش متجوز من زمان. انا اتجوزتها ساعه لما طلبت مني الطلاق. وبعدين دي مش بنتي، دي بنت جوزها، وجوزها مات. ايه حكايتك يا نبيل؟ ايه حكايتك بالظبط؟ انت ايه؟ تخصص ارامل ولا ايه؟ سميحة قدري موقفي، ارجوكي بلاش فضايح. فضايح يا صايع يا ضايع، وانت لسه شفت فضايح؟ بعد كل اللي عملته علشانك، بعت ابني واهله وضحيت بكل حاجة علشان خاطرك، بعد كده تتجوز وتخلف وايه؟ معيشها فيلا طويله عريضه، وكل ده بفلوسي يا صايع يا ضايع. انت كنت عايش في حوش، وانت وزمايلك بتناموا بالدور ده. اذا لقيت لنفسك دور يا كلب يا صايع يا ضايع، كل ده بفلوسي. اطلع فوق، اطلعي فوق. خايف على احساسها قوي؟ اطلعي فوق حنان، اطلعي فوق يا صايع يا بس. خلصتي وصلت الردح بتاعتك؟ ردح؟ لا لسه. هو انت شفت مني حاجه يا نبيل؟ ده انا هبهدلك يا نبيل. بصي شوفي وشك، شوفي الاحمر والاخضر والهباب اللي انت حطاه. انت فاكره نفسك ايه؟ لسه صغيره نخه يا ماما. انت تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر ان انا جيت على نفسي واتجوزتك. تطلعي
اتجوزك ليه؟ بمناسبه ايه؟ انت ايه؟ اخرس اخرس يا واطي يا نجل. انت مش هتدخلي البيت ده، مش هتتحركي منه قبل ما اسافر. تعالي سيبني يا نبيل، سيبني، حرام عليك. جبال اللي عملته بيا، جبال اللي عملته بيا. اخرسي يا كلب يا الحرامي هذا، عطني يا النصاب. نبيل سلامتك يا نبيل. هوديك المستشفى. لا 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 بلاش المستشفى، بلاش. رجعوا تاني؟ لا هذيلا يمكن الشرطة اتصلت فيهم يوم طقوك. الشرطة فلحة، الشرطة فلحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يعني المدام كانت اتصلت بحضراتكم عشان هي ما كانتش مفروض تتصل. الحقيقة عارفة بيحصل خناقات وحاجات، مشاكل عائلية جوه العيلة، يعني مش محتاجة ان الشرطة تتدخل. يعني نعم انا اعرف ان الشرطة في خدمة الشعب، انما يعني شوية عتاب شوية زعل بيت. الراجل بيبقى متجوز مهما كان علاقته بالست، بيبقى في حضرتك مش متجوز، مش ممكن تكون حضرتك اي خناقات واي عتاب. انت مطلوب حق الانتربول. انتربول؟ انت نبيل السيد برعي؟ بيقول لي ان انا نبيل السيد برعي. يا ريت قال نبيل حاف كده. لا والسيد برعي، قال يعني ثلاثي. نبيل مين يا سيد برعي؟ نبيل مين السيد برعي؟ مين حضره الضابط ده ايه؟ صح، يمكن يكون هو كان ساكن هنا وعزل. ما هو انت عارف مش كل الناس بتقعد في 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 مكان على طول. لان لو طب اتفضل. بالصدفة الغريبة ان حضرتك جيت في وقت غير مناسب. اهو ده الباسبور بتاعي، اهو دي صورتي. صح الاسم هنا هو اللي غلط، لان اللي عندك هنا مين؟ كمال. كمال اللي عندك هنا كمال احمد محمد، ده انا المكتوب عند حضرتك كمال احمد محمد. انا نبيل. هو نبيل ده، نبيل ده عمل ايه يا حضرة الضابط؟ يعني حكم بثلاث سنين سجن، قضية نصب واختلاس في مصر. نبيل يا نبيل بيه، انا كمال احمد محمد يا حضرة الضابط، والباسبور ده بتاعي، حضرته كان سرقه مني. حضرتك ضابط وبتعرف الاشكال من بعضيها. ده شكل نبيل، بلاش ده شكل كمال. المسائل مش مظبوطه. اولا معروف ان يخلق مش شبه 40، ما بالك في الاسماء، يخلق من في التشابه في الكتير يا فندم. تفضل معانا وهناك نعرف اذا انك نبيل ولا كمال. خذو. كله منك. ايوه كله منك انت. من ساعة لما عرفتك ما شفتش يوم حلو. الرجالة بتطلق نسوانها بالتلاتة، أنا هطلقك بالتلاتة وتلاتين. يلا يا رجالة. شفيك انت أخذت وايد. شكرا الطبيب. يقول حامل. حامل؟ من منكم؟ أنت ولا نادية؟ الثنتين. ها؟ الثنتين؟ معقول عاد؟ بصراحة أنا قاعدة أتغشمر، نادي هي اللي حامل. نادي؟
مبروك، ألف ألف مبروك عليك يا بدر. الله يبارك فيك يا أمي، الله يبارك فيك. وإحنا خلاص أنا وضاحي بنتفرق حق بعضنا وحق حبنا اللي فقدنا وحياتنا الجاية، والأهم الأهم تربية عيالكم. عمي بعد إذنك يعني أنا باخذ بدر وبروح الشغل. وش حق الشغل؟ مو تقول ترخصين؟ إحنا ما رح نتأخر، بس أنا لازم أروح الشغل علشان بقدم استقالتي. استقالتك؟ ها؟ استقالتك؟ ليش يعني هذه ليش يا يما؟ أنت ناسي المستقبل والأيام الجاية، يعني أنت ما تذكرت أنك بتصيرين ممكن رئيسة قسم؟ يا يما يا يما يا حبيبتي، المستقبل وباكر والأيام الجاية هذه كلها بعلم الغيب عند الله سبحانه وتعالى. الضمان والأمان هو الحب، مو الوظيفة ولا الفلوس ولا حتى اليهال. رايلي هي بيني زوجة وأم وهاوس كيبر، يعني مديرة منزل، وأنا تحت أمره، شلي برئاسة القسم؟ حاضر حاضر يا أبو ضاحي. منار أنا يلا ما تعود. يا حليلهم. يلا يا حاضر. يلا يا ربيانة حياتي. حاضر يا بلسم فؤادي. شلونك يا مدام سميحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحكاية؟ هجوم ده ولا ايه؟ لا وانتي صارجة، هذه حركة تصحيحية. يعني ايه؟ هلال استقال من وظيفته يا ام هلال. مش فاهمة. ماما انا وظيفتي هناك في الوزارة كل مين يقدر يقوم فيها، لكن وظيفتي هني ما ظن احد يقدر يقوم فيها غيري. يا ابني يا حبيبي يا هلال، تعال يا ابني، تعال يا حبيبي، تعال اقعد، ده مكانك ومطرحك. هي دي اللحظة اللي أنا بتمناها طول عمري. يلا، وين هذا اللي اسمه كمال؟ الحماية بالكاميرا. كاو كاو جاهز يا مدام، جاهز والكاميرا. يلا واحنا جاهزين سوا. جاهزين سوا. لحظة 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 لحظة، شو بتصورون وتخلوني؟ شو اللي جايبك الحين؟ أنا جاية بصراحة، جاية بقول لكم عن آخر سر بحياتي. سر؟ السر هذا؟ نويت إني أتوب وما أكذب عليكم بعد مرة ثانية. يوم صبتي تبقى دي أول كذبة جديدة. صوري صوري بقى. كذبة بيضة في البداية وانكشفنا في النهاية، كذبة بيضة في البداية وانكشفنا في النهاية، واللي شرار الدفاع وهذا هو أصل الحكاية، اللي شرار الدفاع وهذا هو أصل الحكاية، صواريخ موجهة للمريخ للمريخ من كل جهة، كل السنايبرين كذبة ورا كذبة، دموعنا تمثيل والجذب ترى نحبه، نقط رقم ناخذ رقم والسكبة تشبني، والمشكلة نقطع بعض بالحيلة حنا نعيش، نقط رقم ناخذ رقم والسكبة تشبني.